السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب أحبابي وإخواني، البارحة انتهيت مع الساعة تقريبا 10:30 بعد ما انتهى البث. ما أنا لست أنا من حبس البث، وإنما كان انقطاع البث ربما تجاوز الحد المسموح به أظن على الفيسبوك على المباشر. حينما تجاوز 4 ساعات أعطاني رسالة أنه لا يمكن أن تتعدى هذا الوقت. أظن البث المباشر على الفيسبوك ربما هذه هي المساحة الكافية المسموح بها. فلهذا بعدما انتهى البث المباشر على الفيسبوك على البث واصلت بعده وقت مدة وأنا مع الأخت هنا في الجلسة. أكدت على الأخوات معي في المكتب وقد سمعتم هذا قبل البدء في الجلسة، أن لا ينتظرني أحد خارج المركز. ولكن كعادة الناس كل يوم انتهيت من الجلسة فإذا بي أجد ناس يعني يلتفون حول السيارة عن يمين وعن شمال من أمام ومن خلف وحتى خلف الباب. يعني بعدما انتهيت يعني أكثر تقريبا 13 ساعة وهي رقية مع 3 حالات فقط وتنتهي متعب، ويعني تشعر بتعب وبألم، ومع ذلك كل واحد يوقفك. لا بد أنك تقف وتتكلم معه، وإلا تصبح متكبر مغرور لا ترضى بالناس. وفوق هذا لا بد أنك أنت بقي عندك دوران كثرة الرقية والاجتهاد يريد أن يأخذ منك موعدا، وهو أتى عندك دون موعد، أو ربما سبق وأن تأجل له الموعد ويحب أن أو حالته مستعصية أو شأن الجماعية وتبين ما عنده ويحب موعد. صعب أن أكون أنا راقي وأنظم في نفس الوقت وأسير في نفس الوقت، فأرجو أن تساعدونا بهذا الأمر أننا نتعاون على البر والتقوى. أنا كان أعلم أن إخوة وأخوات حالتهن شديدة لكن يمنعهن الحياء من طلب الجلسة أو المساعدة، وكان عارف أنهم هم أولى بالمساعدة. ولو فتحت الباب للحالة المستعصية وجئت إلى الباب لاستحيا كثير من الناس حينما يسمعوا الحالة المستعصية القوية جدا وأهلها يستحيون أنهم يتكلموا. أنا ماشي ضد الناس، بالعكس مرحبا بالجميع، لكن نراعي. إنسان يشتغل من 9 و10 صباحا إلى 11 ليلا مع 3 حالات، من الذي دفعني أن أبقى مع 3 حالات؟ هل ألزمني أحد؟ لا أحد يلزمني، فقط رسالة أوجهها لنفسي ولغيري. هل أحد ألزم هل المرضى بيني وبينهم اشتراط على هذه المدة؟ أبدا. هل أحد من المرضى قال لي يعني واصل أكثر من ساعة؟ أبدا، ناهيك عن 2 و3 و4 أبدا، ولكنه الضمير المهني، خذها مني الضمير المهني، أحب أن تؤكد على هذه الكلمة، إنه الضمير المهني أو الضمير الإيماني هو الذي يمنعنا أن يعني نقلل من الوقت ومن الجهد، وهو الذي يحفزنا أن نطيل على حسب الحالة وعلى حسب ما نراه. ليس الغاية هو الإطالة، لكن هناك حالة مستعصية تحتاج منك إلى وقت طويل، قد تكون تشخيص صحيح في ساعة أو أقل أو أكثر، لكن هناك حالات تراها معقدة تحتاج منك إلى وقت على الأقل حتى تكون صادق مع نفسك على حسب ما أتك الله من علم أنك تعطي الوقت من أجل الخروج بخيط أو الوصول إلى نتيجة أو إلى شفاء تام بإذن الله. تبين لأن الجن سيهتدي وسيخرج، لماذا أطيل؟ خلاص تنتهي الأمور وكف الله من القتال. تبين أن الحالة مركبة لكن تحتاج إلى وقت من أجل أن نقف على التشخيص الصحيح، لا بد أن لا أبخل حتى لا تبقى في التيه وتبقى في الشك، على الأقل تخرج من عندك وقد علمت ما عندها بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا اليوم عندي حالة لأخت أتت من أظن من لندن، هي من الحالة القديمة
التي كان عندها موعد قديم لما كانت المواعيد، وتأجل الموعد أكثر من ثلاث مرات، أظن. هي ما جئت من أجلها، وربما هناك حالة لأخ كذلك من سويسرا، كذلك كان مرة معنا جلسة منذ شهر تقريبا، وتبين عنده سحر النجوم والكواكب. والآن دخل هذا الشاب الذي جاءه زوجه ضم جزائري من مارسي، وقال أنك وعدتني في 21 في الشهر أن عندي جلسة، وحجزت التذكرة والفندق أنا وزوجي وأبنائي. واعتذروا له ومع ذلك جاء، قال لأن قد تم حجز مسبقا للطائرة والفندق. إذن أصبحنا في مواقف حرجة، مواقف صراحة لا أحسن عليها. إذن إذا أردت أن أرتاح لابد أن أغيب اهتمام الناس البالغ، الذي أنا ربما أهتم بالناس اهتمام بالغ. إما أني لا آتي مريض، أو أسافر إلى أي جهة أرتاح. أتكلم معكم بصدق لأن الأمر صعب، تأتي من أجل حالة فإذا كنت فاجئك ثلاث حالات، تأتي من ثلاث تجد خمسة سبعة. هذه المشاكل الموجودة الآن، مع أن هناك حالات ربما أهلها ينتظرون. ونقول من هذا المنبر، وأنا أعلم أن كثير من المتابعين الذين يتابعون العلاج عندنا أو يحبوننا يسمعون، أتمنى ألا يقف أحد عند الباب. أتمنى ألا يأتي أحد دون اتصال، ولا تسمع كلامي ثم تأتي وتقول لي والله العظيم ما عرفنا كيفاش نديرو غير نجي، وتبتسم في وجهي. سأبتسم في وجهك، لكن اعلم أنني قد خلاص رسالة قد وصلتك، لأني أعلمكم تسمعوا. كنتمنى أن المجيء يكون بالمواعيد، نحترم المواعيد، أتمنى. وأعلم أن العهد التي بيني وبينك ليست مال، وإنما هي إيمان وتعاون على البر والتقوى. ومن أعطاني فلسا أرجعه له وفوقه قبل واحترام، ولا يمنع ولا يضرني، ولكن الأصل الذي نبني عليه السير هو التعاون على الخير. أتمنى أن يكون كلامي واضح، أنا واضح، أنا صريح مع القريب والبعيد. يبنى التعاون بيننا على البر والتقوى، لا على المصالح. فإذا كان على البر والتقوى وجب أن نتعاون. أعلم أنك في ضائقة، ولكن أنت في ضائقة سنين، أنت في مشاكل سنين، وأنت في مشاكل سنين. لا يضر إذا صبرت شهر، أسبوع، أسبوعين، أيام قليلة، لا يضر، صح أم لا؟ فإذا كنت تظن أنك تلزمني بمال، فلهذا أنا أوقفت الدفع وأوقفت استقبال. وحتى إن كنت تظن أن شيء بيني وبينك، أنا استعداد أن أتنحى عنه طاعة الله عز وجل، وأن أكون يعني خفيف الحمل طاعة الله عز وجل، وما قدمته يكون في ابتغاء وجه الله، ولا يمنع. وأنا أصلا كل ما أقدمه ابتغاء وجه الله. أنا كنت أتكلم معكم يعني كلام ما بعده كلام. لماذا أخص هذا الكلام؟ لأني عييت، كنحشم وما نبغيش الرد سائل. البارحة أم تقول لي هل أقبل قدمك؟ واش أنا إله؟ يعني من يظن نفسه إلها يعني يتعالى على الناس؟ أنا إلا بشر، أنا ما كرهتش. أنا قلت الصباح في البيت من عنده حنجرة يبيعها لي، قلت له في الفطور اليوم في الصباح في الدار، قلت له من عندكم حنجرة يبيعها لي بأي ثمن؟ أنا حنجرة طابت، ظهر عنده مشاكل، إذا كيف لي نصنع؟ لا بد أن هذه الحنجرة تأخذ قسطا من الراحة، وأنتم تشاهدون حينما أرى قوة أجتهد معكم أكثر. إذا ارحموني بارك الله فيكم.
أسأل الله جل وعلا لكم الشفاء، فهو الشافي لا إله إلا هو. فلهذا أنتم تشاهدون يوميا 3 حالات تأخذ 13 ساعة. لا أظن أن أحد يصنع هذا، قد يصنع هذا الوقت مع 50 حالة و60 حالة، أنا أصنع مع 2 و3. لماذا؟ من أجل التشخيص الصحيح والعلاج الصحيح، والكل يشهد بهذا بفضل الله عز وجل. إذا حينما أتكلم لا أتكلم عن المال، لو أنك تريد المال لقلت تعالوا هلموا إلي، أنا أقول لكم لا لا تأتوا، والرقاة كثر. ولكن من أراد أن يأتيني فليصبر، لأن يريد الاجتهاد معك، لا أكون عدد إضافي كغيري. أنا أحب الميدان، أحب الاجتهاد، أحب النتيجة، لا يهمني الكم وإنما الكيف. وإلا كنت أبحث عن الكسب كل يوم كم سأخرج معي من المركز. هناك حالات تمر ولا أخذ منها فلسا، ومن يأتون من الحالات التي معنا على المباشر أو اللي يقول جيش الرابعة أو غيره يكونوا رايحين، رغم يعرفون هذا جيدا، معظم الحالات التي تمر وتكون حالة مطولة لا تدفع، هناك حالات لا تدفع وطويلة جدا. لا أفرق بين من دفع وبين من لم يدفع، الغاية عندي هي النتيجة. ورزق الله علينا كبير واسع، فضله عظيم ولله الحمد والمنة. الرقية أعطتنا الكثير فلا بد أن نعطيها، لكن لا بد من الصبر. صعب أنك ترضي الجميع، وأعلم أن هناك حالات تسمع هنا من الخارج وأعلم أنها في معاناة شديدة، أورام سرطانية، استئصال للرحم، حالات يعني انتحار، حالات تؤخذ إلى الفواحش، أعلم كل هذا. وهناك إخوة أخوات يأتين فقط من أجل الاستماع هنا دون أن يدخلوا، يعني من الخارج يستمعون يستفيدوا. يعني أنا فتحت هذا الباب لله عز وجل، لكن أن تدخل وأهتم بك وتشخص حالتك وتفرغ لك يحتاج مني وقت، إذا اصبر علي. وأقول للحالات الجديدة ما تكونش أناني، تأتي أنت من بعيد وتلزمني بالطلب وتعرف أني أستحي لا أرد سائلا، ثم تمر وعلى حساب من؟ على حساب حالات قديمة. هذا لا يرضى به الله سبحانه وتعالى. لا بد من العدل والإنصاف، أنت وهم سواء، الناس سواسية كأسنان المشط. لهذا قلت نحن نتعامل بالفضل لا بالأمر، من باب السعة لا من باب الغنى. يعني الكل عندنا فضل تعالى يأخذ الخير، ليس من باب الغني يأخذ والفقير لا يأخذ. هذه من معي يفهمها ويعقلها. فلو كنا نريد أن نأخذ من الغني لا كانت في آي بي، يعني غادي نخدم مع واحد وغيعطينا وغادي معاه وما نقولش لكم وكفى الله من القتال. لا، نريد هذا العلم أن يكون في خزانة الجميع، في عقل الجميع، في بيوت الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن كل عائلة الأسرة تستفيد من هذا الخير. ولهذا الله يجعل فيه الخير والبركة، لأنه لله عز وجل، ولا نسب شيء لأنفسنا، هذا علم من الله سبحانه وتعالى. الله يفتح على أفراد بما شاء، وعلى يفضل الله من شاء بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. لا ننسب شيئا لأنفسنا أبدا، إنما الشافي الله. إن أنت آمنت الله بدعوت الله فشفاك، إذن أن نحن ندعو الله أن يشفيكم، ويجري الله على أيدينا السؤال، يجيب الله تعالى سؤالنا وسؤالنا. نعم هناك أسباب، هناك سبل، هناك طرق، لكن الأصل والعقيدة أن الشافي الله، الشافي الله سبحانه وتعالى. إذن كل نسير في تقوى الله سبحانه وتعالى، في طريق التقوى. إذا كنا حقا هكذا فيجب أن يرحم بعضنا بعضا وأن يعذر بعضنا بعضا، فلا بد حتى نصل بإذن الله تعالى إلى ما يحب الله ويرضى، وبه يرضى عنا. إذا كفى ضغط، عيب أن نخرج 11 الليل وأجد الناس ينتظرون جماعات من أجل الموعد. أنت سألتني أكذب عليك أغشك أقول لك غدا بعد أسبوع بعد شهر؟ لا يمكن. إذا لا تسألني، اسأل الإخوة والأخوات، هناك أخوات وظيفتهن عندي تنظيم المواعيد. يجيك بعد شهر، بعد شهرين، بعد 5 شهور، بعد عام، بعد عامين، العيب إذا أخذت منك دراهما. أنا لا أخذ منك فلسا، مفهوم؟ أنا الآن في مجال البحث، التعمق مع الحالات، مفهوم؟ إظهار حقيقة الرقية وقوة الرقية، فيحتاج مني إلى بسط، إلى قوة، وهذا ما ننظر يومين على المباشر. إذن لا يأخذ منك أي شيء، لكن يعطونك موعد ولو يكون على شهور أو على سنة. اصبر، وإلى أن تأتي عندي الدور أسأل الله أن يشفيك ولا تحتاج إلي. اذهب عند رقاة واجتهد في البيت وكن معنا على المباشر، فإن تشافك الله تعالى هذا ما نريده، إن جاء الله حق على أي رقاة فهذا ما نريده، إن لازلت حالة مستعصية
وجاء موعدك مرحبا بك، تجدنا إن شاء الله تعالى عونا لك بإذن الله سبحانه وتعالى. أتكلم معك بكل صراحة، أتمنى حتى لا نظلم الناس، الناس تنتظر سنوات وتنتظر شهور ويأتي إنسان ثم يلح عليك ثم يمر لأنك تستحي، ولكن على حسب من؟ على حسب ناس سوف يؤجل مواعدهم وربما ينسوا في دائرة النسيان، هذا ما يرضى بالله سبحانه وتعالى. قد نقدم حالة فعلا نراها مضطرين لتقديمها، حالة خطيرة جدا، جنون أو الشيطان يأخذها إلى القطار أو إلى واد للانتحار، هذه حالات موجودة نعيشها مع الناس. نعم هناك حالات مستعصية، لكن الحالات التي يتعايش مع أهلها معها سنوات لم تقف الآن على نعيم ربيع. نعم سبي بعض الله عز وجل، نحن نصحح العقيدة بعض الله، لكن اصبر لأن هناك حد قبلك، وإلا إذا حينما فتحت باب الحالات المستعصية الملفات الطبية عن يميني وعن شمالي، وكماذا أصنع؟ والله حتى أمامي، أقسم بالله أمامي وعن يميني وعن شمالي، طيب ماذا أصنع؟ وكل حالات مستعصية وحالات تأكدنا على أن لها علاقة بالمس الشيطاني، حالات أمراض مستعصية وأمراض نادرة ولها علاقة بالمس الشيطاني، كحال الأخت التي هي أستاذة جامعية في ألمانيا البارحة التي استمرت حالته 4 ساعات، هي أستاذة جامعية في ألمانيا تدرس الألمان، أستاذة جامعية في ألمانيا وهي مسلمة، ورأيت امبارح ماذا حصل معها، الجلسة احتجت 4 ساعات. رأيت كذلك الأخت صاحبة العلوم الرياضية المتفوقة البارحة الذي صعد في ذاك الجني القوي الذي يقول أنا ملاكم وكذا، تشتكي من أمراض، ولما صعد يعمل حركة رياضية هو قوي قال أنا من أمرضها و15 سنة لم تنجب، ورأيت ماذا حصل معها البارحة. يعني البارحة 3 حالات كانت كلها غريبة وعجيبة، كالحال يوميا كل يوم عندنا مفاجآت في هذا العالم. لماذا؟ لأن تأتي الحالات المستعصية والحالات النادرة والحالات في الغالبة وقفت أو عجز عنها الكثير، بمعنى في التشخيص أو في المتابعة، لأن تحتاج إلى تدقيق ومتابعة وجلسات مطولة، ولهذا تأتي عند نعيم ربيع. ولا أريد حينما تأتي عندي تكون أكون مثلي مثل غيري، مفهوم؟ ماشي كنحافظ على السمية، ماشي اسم تجاري، وإنما من ناحية البحث، من ناحية العمل، من ناحية الجد والاجتهاد، من ناحية النتيجة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي أنا أسعى فيه، ويكون كذلك منهاج وتعليم للآخر من أراد. لا شك أن هناك إخوة يحبون يكون مجتهدين، لكن في بداية السير فنكلهم إن شاء الله نبراس وقدوة بإذن الله تعالى، ومن الأجر والثواب. لا شك أن هناك غيورين، هناك صادقين يريد أن يسيروا، لكن في بداية الطلب فحينما يمحص ويدق معك يصبح على الجادة بإذن الله وعلى هذا السير بعد سنوات بإذن الله سبحانه وتعالى، فيصبح حتى هو مجد. فنحن نريد أن نخرج ليس رقى من أجل الرقية، الرقية الشرعية، الرقية منهج، الرقية عبادة، الرقية طاعة، الرقية طب، جمعت كل شيء، لكن فرق بين من يأخذها لذاته وبين من يأخذها لنصرة كتاب الله وسنة نبيه، وكي ليكون شفاء بإذن الله يجد الله شفاء على يديه لينجي غيره، فرق كبير. فالعمل عمل، لكن النية والسعي هو الذي يجري الثمرة، وحتى أن الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان على قدر همته ونيته وعلى قدر صدقه وإخلاصه وجده واجتهاده. فلا بد أن نفهم هذه فرق. الكل ممكن يفتح عيادة رقية، مركز رقية، الكل، من يمنع؟ قميص ولحية وأذكار وسواك وقرآن أمامك أو أوراق أمامك أو ما تحفظه من كتاب الله أو من دعاء، واتكلم بجميل الكلم الطيب ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا لا أقدح في الصادقين، أتكلم عن البعض الذين أخذوها مهنة وحرفة من أجل الوصول إلى غاية ما. كلامي لابد أن يبين حتى لا يقول يقدح ويستهزئ ويستخف بالسنة وبالدين، أبدا حاشا، ما تكلمنا إلا نصرة لكتاب الله وسنة رسوله، لكن نعلم أن هناك خفايا وخبايا لا يعرفها كثير من الناس، ولهذا الناس تجور عند مئات الرقاة ولم تصل إلى تشخيص، فما ظنكم بعلاج؟ الناس على زين، غجي عندنا من ألمانيا ومن إيطاليا ومن النرويج ومن السويد ومن أستراليا ومن السعودية ومن الإمارات ومن قطر، جاية باش تاخذ معنا سيلفي تتصور معنا. الناس جاء بها المرض، الناس أتى بها المرض، الناس جاءت بها العلة، الناس تشتكي ربما لا تنام، ولكن الراقي ينام وربما ينام أحسن نوما لأنه قد أخذ معه ما أخذ معه، مفهوم؟
رصيده في ازدياد، وتجارته في ازدياد، وزبائنه في ازدياد، لكن الثمرة أين هي؟ النتيجة أين هي؟ يقول أنا غير ملزم. نعم، ولكن الصدق يلزمك. أنت غير ملزم لكن الصدق يلزمك، وهناك فرق بين الرقية والرقية. الكلام طويل، كنت من الرسالة تكون وصلت. لا أحد يقف لي عند الباب، حتى لا أقول كلمة، من يقف عند الباب سأتناساه. ما بغيتش، لا تقف عند الباب، اتصل بالأخوات، ورسالة حتى الأخوات، كل من يتصل لابد أن يدون ويدخل عندي يوميا، أوراق تدخل عندي، يتصل فلان وألح على فلان وقد ذكرك الموعد فلان وفلان وفلان وفلان، هذا ما أريده. الحالة المستعصية مرحبا بها، أنا من أقيس هل هي فعلا تحتاج إلى تقديم أو تأخير؟ باش نكونوا واضحين. فلا يأتي إنسان ويقف عند الباب ويقول لي حالتي مريحة، من قبلك هم حالتهم أشد منك، لكن منعهم الحياء أو يحترمون الدور والنظام. حتى لا أطيل، إذا إن شاء الله نستقبل الحالة الأولى بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله لي ولكم الشفاء والدواء. أسأل الله تعالى لنا ولكم الشفاء والدواء. أسأل الله لي ولكم الشفاء والدواء. أستقبل الحالة الأولى بإذن الله تعالى. خليا الناس ألمانيا، هولندا، دوك في ألمانيا ولا شنو بلاصه هادو ولا ما في كيسكنوا طيب في لندن. طيب سي وكم سلام، تفضلي تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. خذي راحتك واحكي لي بالتفصيل.